الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. اليوم راح أتكلم عن نعمة الماء، هذه النعمة طبعا العظيمة، شلون تكون باب من أبواب الخير ونوجه عيالنا. تعرفون علبة الماء هي طبعا تقدر بريال واحد، ولكن بهذا الريال قد نسعد به الآخرين لمن هو محتاج لهذه العلبة. فنرسل رسالة جميلة لعيالنا، نشتري اليوم علب ماء ونوزعها للآخرين.